فأنت أيها الطالب يا طالب العلم، الله عز وجل إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت ممن تحت ألطاف الله عز وجل، تحت أعين العناية الربانية، فإن كنت ممن يحسنون العبادة لله عز وجل، يعني يأتون بالعبادة كاملة بأركانها واجباتها سننها وآدابها بكمالها بخشوعها إلى آخره، فأنت ممن كنت تحت العناية الربانية. يعني طالب علم بدون عمل، طالب علم بدون عمل، يعني هذا صفر، هذا صفر، هذا علمه حجة عليه. فأنت عندما تسلك هذا الطريق، تسلك هذا الطريق، يعني تسلك طريق الوراثة النبوية. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وأكرمنا ولا تهنا يا رب.